أسرة حديث ومغزل. مرحبا بك لالا. الابتسامة الجميلة كلنا ما كرهناش كون عندنا واحد الابتسامة جميلة ويكونوا هكذا سنيناتنا مصفين كيف ما كيقولوا زمان بحال لؤلؤ وحده حدا اختها. ولكن ماشي كل شيء سنانو مقادين، ولكن الطب اليوم الحمد لله متقدم وكاينه بزاف ديال الطرق والاساليب لتقويم الاسنان. اليوم حنا غادي نتكلموا على القوالب الشفافه لتقويم الاسنان. شنو هي هذه القوالب الشفافه لتقويم الاسنان؟ شنو الفرق بينها وما بين القوالب المعدنيه؟ واش بيناتهم شي فرق او لا؟ في اينا حاله كنديروا هاد القوالب الشفافه وفي اينا حاله ما يصلحوا لناش؟ هاد الطريقه ديال تقويم ديال الاسنان بهاد القوالب الشفافه واش عندها شي اضرار جانبيه على الصحه ديال الفم ديالنا؟ يعني ملي كنتكلموا على صحه الفم نحن كنتكلموا على الاسنان وكنتكلموا على اللثه وكنتكلموا على العظم اللي حنا ما كنشوفوش كيكون داخل. على اين؟ هذه كلها اسئله غادي نجاوبوا عليها. وحتى انت يا لالا ممكن انك تقاسمي معنا الى سبق لك درتي هاد لي غوتيير دونتيغ او هاد القوالب لتقويم الاسنان. ضيفتنا الدكتوره فاطمه زهراء كنيس، اخصائيه في طب وتقويم الاسنان. اش اخبارك دكتوره ولاباس عليك؟ الحمد لله، صباح النور عليكم، صباح النور على جميع المستمعين والمستمعات ديال راديو اصوات. الله يكبر بك، كنكونوا سعداء نستقبلوك دائما. انا جد سعيده مني كنتلاقاكم ومني كنتلاقى الله يكبر بك العائله الزوينه ديال راديو اصوات. الله يعطيك الخير، الله يعطيك الخير، وانت فرد من هذه العائله الكبيره. طيب تقويم الاسنان في بلادنا فين وصل دكتوره؟ شنو الجديد اللي كاين؟ الحمد لله، خصنا نكونوا فخورين ببلادنا الحمد لله وبالاطباء ديال بلادنا الحمد لله، لانهم ديما كتلقاهم هما الاولين متواجدين في جميع لي كونغري او المؤتمرات اللي كيكونوا على الصعيد العالمي. الوغ اليوم اختارينا ندوي على واحد الموضوع اللي هو يعني الجديد، شنو كاين دابا واللي الناس بزاف كيسولوا عليه واللي يمكن الناس بزاف كيخلطوه مع حوايج اخرين. اييه، انا كندوي على لي غوتيير دونتيغ او ما يسمى بالقوالب الشفافه. الوغ هاد القوالب الشفافه سي كيف ما قلتي حنا كندويو على النوع ديال القوالب اللي كنقادو به سنان، يعني اللي كيدخل في اطار تقويم الاسنان. أيه. لان كيف ما كنعرفوا جميع تقويم الاسنان هو هذا التخصص اللي في طب الاسنان اللي كيمكننا اننا نحركوا سنان بالطريقه اللي بغينا وسط العظم ديال السنان، وهذا الشيء بلا ما ناديو العظم ديال السنان وبلا ما ناديو السنان وبلا ما ناديو العضه ديال السنان. دونك هذا هو التقويم ديال الاسنان. دابا هذا التقويم هذا كيفاش كنحركوا هاد السنان؟ هاد السنان ما يمكنناش نجيو نحركوهم، خاصنا كيف ما باش تحرك شي حاجه خاصك تقبطها، خاصك تشدها من شي بلاصه باش تحرك. يعني قبل كانوا ما يسمى بالصدفات لي براكيت، هما لي باغ لي باغ معروفين، الصدفات هادو اللي كنلصقوهم فوق من السنان اللي كيكونوا يا بالحديد يا بالبلاستيك يا بالسيراميك، واللي كيمكنونا من اننا نقبطوا السنه ونحركوها بالاستعانه بواحد الخيوطه. أيه. واحد السلوكه اونتر كيمي شحال هادي سلوكه باش فكرت اللي كيشوف كي دايره لي باك تيقول لك واش غدوز الدراري واش غدوز اللي كانوا كيمكنونا اننا كيمكنونا اننا نقادو سنان، اننا نحركو سنان كيف ما بغينا ونعطيوهم واحد لانفورماسيون واحد المعلومه باش انهم يتحركوا في واحد جهه معينه ولانهم يدوروا ويتقادوا في الاخر. كانت متعبه هذه العمليه، صعيبه شي شويه، صعيبه شويه هي لحد الان، ماشي كانت راه باقا لحد الان. يعني يعني دابا حيت الحاله ديالي اللي كانت الوحيده باقا لحد الان، يعني باقي الناس اللي كيديروا لي باك، هي واحد الطريقه اللي هي مزيانه، غير كاينين يعني لقينا انه على مرور السنين كاين واحد الفئه ديال لي باسون اللي كترفض رفضا باتا انها دير هاد لي باك هادو كيف ما كان النوع ديال العوجاج ديالها. يعني كتقول لك انا نفضل نبقى في سناني بحال هكا، اولا كاين اللي كثر كيقول لك نمشي نبردهم بحال كيتبردوا ونركب واحد الفم ولا شي حاجه، اولا كاين اللي كتجي عندك كتقول لك انا نحيدهم كاملين ونركب الفم وما تقوليش ندير لي باك. يعني في هاد الشيء راه كنقول لك من الثمانينات كاين بزاف ديال الناس اللي يمكن كان عندهم الامكانيات ولكن ما بغاوش، ما كيتقبلوش بتاتا انهم ان يديروا هذاك السلك في سنان ديالهم. هاد الشيء اللي خلى ان الدراسات تزايدات باش لقاو واحد الطريقه اللي هي تجميليه اكثر او لا ديسكريت اكثر، يعني ما كتبانش، باش نقادوا سنان.
الوغ هاد التقنيه هذه ديال تقويم الاسنان بالقوالب الشفافه راه ماشي جديده، يعني نورمالمون بدات في الولايات المتحده من 1997 ولا 98 وهي بادية، يعني راه عندها يعني كاين واحد لو ريكول، كاين واحد كاين تاريخ تاع هاد التقنيه اللي الحمد لله اليوم نقدروا نقولوا بانها ثبتت الفاعليه ديالها، لان قبل في السنوات الاولى كانوا كيقولوا لا راه خاص غير اللي كاس الخفاف، يعني الحالات الخفاف هما اللي تقدروا يداروا، ولكن الحمد لله اليوم مع التقدم ديال الدراسات ومع التقدم ديال العلم كنقدروا نديروا واحد 90% ديال الحالات ديال علاج الاسنان بهذه القوالب الشفافه. دونك شنو هما هذه القوالب الشفافه؟ سي دي غوتير اون فيت، سي واحد القوالب اللي شفافين اللي كيركبوا كيكونوا ترانسبارون. واش هما من البلاستيك اولا من شي ماده اخرى دكتوره؟ بون بلاستيك اون جينيرال، مي سي دو ريزين بوليوريتان، يعني النوع تاع لا ريزين، لان هذه نقطه اخرى ندوي عليها. لي غوتير اون جينيرال هذا واحد الفرع كاين في طب الاسنان. لي غوتير راه ما كاينينش غير لي زالينيور، ما كاينينش غير هذه القوالب الشفافه اللي كنقادوا بهم السنان، كاين بزاف ديال الانواع ديال لي غوتير الا بغيتي نطرقوا لهم دابا شويه. غير هاد لي غوتير هادو باش من نوع ديال الغيزين، باسكو في سميتها لا غيزين، سي ان بلاستيك غلوبالمون، مي سي اون غيزين ماده سميتها لا غيزين. لي زالينيور سي اون غيزين بوليروتان، يعني واحد النوع تاع لا غيزين اللي كيكون مرن شويه واللي كتكون السمك ديالو على حساب كل حاله. اييه داكوغ. دونك هادو سي دي واحد القوالب، واحد لي غوتيغ اللي مصايبين من واحد الماده اللي هي طبيه، اللي هي ماشي ماده يعني بلاستيك تسمعوا انها توكسيك، دونك بلاستيك غير التسميه العامه، الماده اللي هي طبيه اللي هي بيو كومباتيبل، يعني ما كضرناش، ما فيهاش مواد سامه اللي غادي تقدر تسرب مع الذات، واللي كتمكننا عن طريق واحد الدراسه وعن طريق واحد سكون ابيل ان سيتاب 3 دي، لان هاد لا تكنيك بدات مع لا ديجيتاليزاسيون ديال 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 تقويم الاسنان. افون كان كلشي انالوجيك، ما كان كنا كناخذوا واحد العبار الناس يكونوا كيعرفوه، كدير واحد العجينه وكدير هذا وكتاخذ العبار الاسنان. من بدايه ديال السنه لي زاني 2000، يعني الالفينات، بدا سكون ابيل لا ديجيتاليزاسيون، يعني انه بدات كنقدروا ناخذوا واحد بات لا كاميرا انترا بوك، لان كنقدروا ناخذوا واحد العبارات اللي هما ديجيتال، يعني دخلنا الكمبيوتر في الدراسه ديال الاسنان، ديال تقويم الاسنان او ديال التركاب، يعني في جميع المجالات تاع طب الاسنان دخل الكمبيوتر، دخلت لا ديجيتاليزاسيون، دخلت الذكاء ديال الكمبيوتر وديال لي لوجيسيل، يعني ان هاد لا تكنيك هادي بالاستعانة بواحد اللوجيسيال وبالخبرة ديال الطبيب الاسنان المتخصص في التقويم، كنقدروا نديروا واحد لو بلان دو تريتمون، واحد الطريقه، واحد الخطه علاجيه كيفاش غادي نصيبوا سنان. هاد الخطه العلاجيه راه كيديرها الطبيب، راه ما كيديرهاش البي سي بوحديتو، يعني الطبيب هو اللي خاصو يعرف، لانه هو اللي غيعرف هاد السنه حتى لاين درجه نقدر نحركها، شنو هما لي ليميت اللي ما نقدرش نفوتهم باش ما ناديش هاد السنه وما ناديش العظم ديال السنان، فين خاصها تحط العده، كيفاش خاصها تكون مقاده. يعني الطبيب السنان المتخصص في التقويم كيدير هاد الخطه العلاجيه بالاستعانه بواحد لو لوجيسيال او لا بواحد البيسي، وبالاستعانه ايضا بهذيك العبار اللي كيكون ديجيتال، اللي كيكون رقمي، ما كيكونش ماشي بحال لو مول اللي كنا كنشدوه تاع البلاطر. ملي كنديروا هاد الدراسه كنقدروا اننا نصيبوا اون سيري دي غوتيغ، يعني واحد المجموعه تاع لي، يعني راه ماشي وحده كتكون ولا جوج ولا ثلاثه، راه على حساب كل حاله كيكون عندنا واحد العدد ديال هاد لي غوتيغ، ديال هاد القوالب الشفافه. اذا كل حاله كتصاوب ليها على حساب العبارات اللي غيجيوها. اكزاكتومون، يعني راه ماشي شي حاجه اللي هي اي واحد يقدر يديرها، سي ديالك ديالك نتايا وديال الحاله ديالك نتايا. طيب. وهذاك القوالب اللي غادي يكونوا عندك، يعني مثلا نقولوا واحد السيد خرجات له مثلا 15 القالب الشفاف، يعني 15 الالينيير، راه ليك نتايا وخاصك تتبعهم بالطريقه اللي غادي يشرح لك الطبيب باش لو تريتمون كمل. الا مشيتي تحبستي يعني سي اون سيري، سي بحال واحد السلسله، واحد لاشين. اذا نفهم ماشي غوتيغ وحده كتبقى دائما، نو، لان كل غوتيغ كتحرك لنا السنه بواحد الدرجه معينه، يعني مثلا كل غوتيغ كنقدروا نديروا بها واحد 0.8 درجه تاع لا غوتاسيون، نقدروا نطوروا بها، نقدروا نحركوا بها واحد 0.5 مليمتر، يعني السنان كحلوها ولا خرجوها يعني لا غوتيغ بوغ هادشي حتى هو باش نحترموا لي ليميت ديال الاناتومي، لي ليميت ديال العظم ولا ليميت ديال لي سمودونت، هذوك لي فيبر اللي قابطين السنه، ما يمكنش نجيو نديروا واحد لو موفمون كبير للسنه راه غادي نخرجوها من العظم. هادشي هو سي لو ميم برانسيب في لي باك، راه ماشي الطبيب كيجي كيبقى يزير لك كل مره كتبقى تمشي عند الطبيب باش يدير دي كونترول. علاش هاد الطبيب كيدير لي كونترول؟ راه باش يعطي واحد المعلومه لهذيك السنه باش انها تحرك، غير راه ما كيحركهاش بزاف، كيحركها بشويه بشويه.
باش ما يأديش هذيك السنة وباش ما نكونوش في الأخر عندنا واحد الأضرار ولقوا أننا مثلا سنة ولات كتحرك لنا في الأخر ولأنها هذا العظم ديال السنة مشى عليها ولأن اللحم تعرى لها جدر لأن السنة لوختو خاصنا نحركوا السنة وي ولكن خاصنا نحتارموا الطاقة ديال ديك السنة باش أنها تحرك وخاصة نخليو الذات أنها تعطي لهذيك السنة ولا هذاك لو ديسمودونت معلومة باش أنه يبرع على ديك البلاصة الجديدة لأن كيفاش كتحرك السنة كيفاش كنديرو حنا التقويم بالأسنان على باس السنة لاصقة في العظم بواحد الخيوط بواحد لي فيبغ خيوط دي فيبغ اللي كنسميهم لو ديسمودونت هذاك ليلاستيسيتي أو داك الجباد اللي كنقدروا نجبدوا هذاك الخيوطه هي اللي كتخلي ان السنه كتحرك ومن حد السنه انها كتحرك من حد الذات كتخلي بان واحد لابارتي سكون ابل واحد لابارتي كتكلم منها لوستيوكلاست واحد لابارتي كيزيد فيها العظم دونك السنه كتجبر على البلاصه الجديده خاصك تخلي الوقت للذات باش انها دير لنا هذه العمليه مايمكنش لينا نجيو نديروا واحد الموفمون اللي هو كبير بزاف ونفوتوا على ليميت دي لاستيسيتي تاع هاد الخيوطه ديال يعني خصنا نعطيهم الوقت ديالهم نعطيهم الوقت ديالهم الشائع ايضا دكتوره انه لي باك كياخذوا وقت اطول باش كنحصلوا على النتيجه الناس اللي كيبغيو يديروا هاد لي غوتير اولا القوالب الشفافه لتقويم الاسنان تيقول لك من غير منظرا هي احسن وحتى في الوقت اقل, أقل. صح أي. ولا لا صح اكزاكتومون القوالب الشفافه اولا الطريقه ديال تقويم الاسنان بالقوالب الشفافه كتبقى سرع شويه من الطريقه ديال تقويم الاسنان باللي باك اولا بالصدفات اللي كيكون نعم يعني كتنبحوا بها شويه ديال الوقت وشكلا حتى هي ما كتكونش بحال الاخرى شكلا اكزاكتومون دابا نكملوا كلنا كيخرجوا لنا بزاف ديال القوالب ديال لي زالينيا الشخص واحد الشخص واحد على حسب الحاله ديالو وكل واحد وشحال غادي يخرجوا ليه سي بحال ملي كتمشي دير لي بان انت غادي تقادوا لك سنان في عام ونص واحد اخر في عامين ونص واحد اخر في ثلاث سنين على حسب الحاله وعلى حسب هذوك السنان شحال عوجين وشحال يعني لا ديفيكولتي او الصعوبه ديال باش يرجعوا مقادين باش يرجعوا مقادين فعلا اكزاكتومون دونك هاد القوالب هادو كيف ما قلنا سيديرهم لو باسيون واحد 22 ساعة في النهار 20 ساعة في النهار 22 ل 24 بعدا راه لي باك كاع ما كتحيدهم اكزاكتومون لي باك ما كتحيدهم بعدا لي باك بعدا هذو راه كتقدر تحيدهم تقدر تستنى واحد الساعتين تستنى واحد الساعتين الوغ هذوك الساعتين هي ديال الماكلة اذا هاد الساعتين كنقسموها على النهار كنقسموها على النهار كنقسموها على النهار في اوقات ديال الاكل كنحيدوا هذوك لي زالينيور كياكل الواحد على خاطرو فطور غدا عشاء واحد الكولاسيون واحد الكوتي كيحك سنيناتو هذه تا هو واحد الميزه لان في لي باك بزاف ديال الناس واخا كيحكوا تيعياو يحكوا ما كيقدروش يحكوا مزيان وكيبقاو ديما يمشيو عند الطبيب وكيلقى داكشي مجموع وكيجيهم التهابات في اللثه وكتنفخ ليهم وكتولي تسيل بالدم لي زانيور عندهم هاد الميزه هادي انك كتحك سنان بحال كتحك عادي وكتحك هذاك كتغسل هذاك لا لينيور ديالك وكترجع فخبر كاينين اتفقي معي في المساله كاين بزاف ديال الناس اللي داروا هاد الكوتي وضعافوا بغاو هما يضعافوا عشان علاش حيت كيعكزوا ديك حيدوا كول انا راه واحد لا باسونت يمكن نوجهوا لها تحيه اللي هي متخصصه في التغذيه قالت لي واقيلا غادي ندخلهم انا في مع لي باسون جاولي لان ما كيخليوش واحد يغينيو تيبقى ينقب كل ساعه فعلا حيت كيولي يفكر كيولي يفكر لا من غير يحكي كيولي يفكر باش يحيدهم وياكل ويعاود يديرهم يعني كيقدر ينظم الاكل ديالو طيب التحياد والتركاب ديالهم صعيب الوغ في الاول ملي كنبداو العلاج مع لو باسون هادشي كامل كنوريو ليه في الحصه الاولى كيفاش تركبهم كيفاش تحيدهم في الاول كاع الناس كتجيهم صعيبه كيقول لك وانا كيتخلعوا كيقول لك انا هادشي راه واقيلا ما نقدرش نديرو ولكن من مر الاسبوع الاول جميع لي باسون 100% ديال لي باسون كيرجعوا كيدخلوهم بعينهم مغمضين بلا مرايه بلا والو غير ديك الخلعه الاولانيه في الاول سنه نورمال شي حاجه جديده ما كتعرفهاش يعني كتكون ما عارفش كيفاش تدخلها ما عارفش كيفاش ديرها خاصك المرايه تشوف واش تقدر تقادهم ولكن من بعد كتولي كديرهم بعينك مغمضين وكتحيدهم بعينك مغمضين السؤال دكتوره فاطمه الزهراء لي باك فاش كتحطهم على سنانك اول مره كيجيك واحد الالتهابات عادي كيجيك واحد لي زافت لي زافت مستوى الدراس لي غوتيغ نفس الحاله ولا لا ما كاينش هادشي لان لي باك شنو اللي كيطرا شي مرات كيكونوا هذوك الخيوطه في الاول اولا لا جو ديالك يعني الخد ديالنا من الداخل الميكوز الداخل كتكون ما مولفاش ان كاين ان كور اترانجي لي بيكون اللي داخل اللي كيتك دونك في الاول ضروري الوليدات ولا زعما حتى لي زادوليسون كيجيهم شويه ديال لي زافت اولا ملي كيكون يعني على ما يقرب الكونترول تاع الوليده ولا تاع البنيه كيخرج داك الخيط اللور لان من حد السنان هما كيتحركوا من حد الخيط كيخرج اللور وهذاك الخيط كيتكهم كيدير لهم كيدير لهم لي زافت كاين واحد الشمع كيتباع في
في الصيدليات وفي شبه الصيدليات اللي كنعطيوه للوليدات باش انهم يديروه الى شي بلاصه تكاتهم على ما يجي عند الطبيب. اذا في لي زالينيور ما كاينش هادشي. اذا في هاد القوالب الشفافه اون فوا كنحطوهم ما كنحسوش بانه كاين شي تغيير زعما ما كاينش الام ولا ما كاينش الوغ الالم ما كاينش ولكن باش نكونوا واضحين كاينه نقدروا نقولوا اون بيتيت جين لان هما راهم كيحركوا سنان يعني ملي كدير كل الينيور ملي كتبدا في الاول عندك واحد يومين حتى ثلاث ايام كتحس به مزير كتحس به انه مزير لانه كيكون مازال اكتيف من بعد ثلاث ايام كيبدا يترخف ثلاث ايام فقط كيبدا يترخف كاين اللي ما كيحسش بها وانا كنقولوا حنا كنقولوا اون جينيرال كاين اللي ما كيحسش بزياره هذيك ثلاث ايام الاولى ولكن خصنا نكونوا عارفين بانه كاين شويه ديال لاجين اللي ماشي صعيبه بزاف يعني سوبورتابل ماشي بحال يقدر يتحملها يقدر يتحملها وشوف راه هذا الجسم ديالنا اي جسم غريب كيدخل عليه ضروري ما خصو يتعرف ضروري عليه ويدير بلاصتو اكزاكتومون طيب غادي نواصلوا معك دكتوره فاطمه زهراء كانيس غنفتحوا المجال لاسئله المستمعين باش يتواصلوا ويطرحوا كل الاسئله ديالهم الى اليوم كتفكروا انكم ديروا القوالب الشفافه لتقويم الاسنان اللي كلال ولا الوليدات ولا شي واحد من العائله وبغيتي تعرفي شنو اللي يصلح شنو اللي ما يصلحش الا درتي انت هذه التجربه وحسيتي بانه ما كاينش نتائج اولا ضراتك اولا بغيتي تعرفي معلومات اكثر غنفتحوا لك المجال من بعد المسابقه 05 22 77 24 24 دابا عندنا فقره نساء دامتي ونعود خلال فقرة نساء دامتي شاركي في فنون طبخ الشعرية مع دامتي عندك الشعرية ودامتي الجديدة الخاصة بالشعرية 24 24 أو عبر الصفحة ديالنا عبر الفيسبوك راديو أصوات باج أوفيسيال غزلان كتقول لك دكتورة في أي سن كنبداو تقويم الأسنان بنتي عندها 10 سنين واش نبدا ليها ولا مازال 10 سنين نقدروا نبداو تقويم الأسنان إلا كانوا عندنا سنينات كاملين نازلين ألوغ سنفرقوا يمكن هذه كنا تطرقنا لها شحال هذا سنفرقوا ما بين تقويم الأسنان وتقويم الفكين هكذاك لوغتوبيدي ولوغتودونسي تقويم الأسنان كنقدروا نديروه في أي سن حد عندنا سنان وحد العظم ديال السنان ديالنا مزيان كنقدروا نديروا تقويم ديال الأسنان ولكن تقويم الفكين أولا لوغتوبيدي عندها واحد واحد الكثرة معينة نقدروا نديروها فيها إلا فتنا واحد السن ما يمكنناش نديروه شنو كنعنيو بعد تقويم الفكين هو فاش كيكون عندنا شي وليدات عندهم مشكل في النمو تاع الفكين اما واحد الفك غادي يكبر كيدير النمو اكثر من الاخر اما واحد الفك ما كيكبرش مزيان في اي منحه ما كيكبرش مزيان واش ما كيكبرش مزيان في العرض واش ما كيكبرش مزيان في الطول واش ضيق واش هذا الشيء كامل كتشوفوا مع الطبيب والا كان خاصنا نديروا تقويم ديال الفكين كنديروه قبل من السن ديال 10 سنين قبل من 10 سنين قبل من 10 سنين كنقولوا حنا قبل من لو بيك دو كروسانس قبل من النقطه اعلى نقطه تاع النمو وهادي على حسب واش الولد ولا البنت كتكون في واحد السن معين يعني من الاحسن الوليد او البنيه يشوف طبيب اسنان 8 سنين 9 سنين يشوف الطبيب الا كان شي مشكل وهادي غالبا الاباء كيلاحظوها كيلاحظوا مثلا الا كان الوليد كيدير الصبع ديالو بزاف كتلقى الفك ديالو خارج او الا كان الوليد عنده العظام مقلوبه كتلقى الفك التحتاني ديالو خارج بارابور يعني هادشي راه كيشوفوه الاباء غير هما كيصحاب لهم ان راه غادي تقاد بوحديتو حتى شي حاجه ما كتقاد بوحديتها والا كانت غتقاد بوحديتها ما غادي تخسر والو الا مشيتي عند الطبيب وقال لك درتي واحد الكونسلطاسيون ولا واحد الفحص وقال لك راه سي بون دابا نتسنى واحد شويه ونراقبوا هاد الوليد وبالنسبه لتقويم الفكه دكتوره واش هو تيكون بلي باك او لا بقوالب او لا باك اما بواحد الاباريات اللي كيداروا من غير لي باك يعني كاين الات خاصه على حسب النوع تاع المشكل اللي عندنا طيب ناخذ خوله معنا من اسفيل مرحبا بك خوله على اصوات ربي يخليك كي دايره مع صحيحه كلشي مزيان الحمد لله تفضلي خوله عفاك كنت باغي نسول الدكتوره انا كنت دايره شحال هذا في ملي كانوا ناضوا لي النيبان كنت دايره لاباراي ايوا كنت دايره لاباراي لي باك هما ماشي لي باك فيكس غير سلك كنتي دايره داك السلك اللي كيتحط اوكي داك هذاك السلك اللي كيتحيد ملي كتبغي تاكلي وكترجعي عاوتاني ايوه هذاك هو اللي كنت دايره ورجع لي النيبان الفوق ولكن سنان لتحت عندي واحد ديكالاج فيهم وما رجعهمش واخا كنت كنمشي كنزيرهم كل شهر ولكن ما رجعوش ما تقادمش ومؤخرا من كنت مشيت عند طبيبه قالت لي خاصك الا بغيتي ديري فيكس خاصك تحيدي البروصه من كل فاس في الفك التحتاني قالت لي حتى عندك الفك التحتاني صغير واخا شحال عندك من عام ضروري زعما نعم شحال عندك من عام عافاك؟ درت 26 عام دابا 26 عام واخا دونك انت مشيتي عند الطبيبه باش ديري لي باك ياك باش ديري التقويم وقالت لك خصك تحيدي ربعه ديال الدريسات ياك قالت لي عندك الفك التحتاني صغير على الفك الفوقاني واخا وخديتي الراديوات
دارت لي الراديوات، دارت لي كل شيء حتاش كان واحد الدرس دار لي واحد الابسي ودارت لي الراديوات، ومني شافت قالت لي خصك ضروري تنقصي اربع دروس. واخا هذا السؤال انا غادي نجاوبك عليه، انا ما يمكنش نجاوب على الحاله ديالك انت يا خولة باسكو ما كشفتهاش ولكن غنجاوبك بصفه عامه واخا غادي نجاوبك على لان التقويم ديال الاسنان اولا لي باك فيهم حتى هما انواع. هاد الشيء اللي قالت لك الطبيبه هي شافت بان الفك ديالك التحتاني صغير على الفوقاني بان خاصها تحيد الضريسات باش تقاد الاسنان. هاد الشيء كنجي من بعد الدراسه دونك انا غادي نجاوبك بصفه عامه واخا خوله. الوغ هاد النقطه هادي كترجع بزاف مزيان اللي خوله دوات عليها، لان وهاد جانا غير مؤخرا واحد السيده غير في انستغرام دارت صيفطات لي واحد الكابتور ديكرون ديال شي واحد مسول في شي جروب. انا راني مشيت عند ثلاثه ديال الاطباء ديال التقويم ديال الاسنان، جوج قالوا لي تحيد دراس باش نقاد، واحد قال لي ما نحيدش، شنو ندير؟ علاش هما ما مفاهمينش بيناتهم؟ علاش اللي خصنا نعرف ان مني كنديروا الخطه العلاجيه باش نقادوا السنان راه كت على حساب بزاف ديال الحوايج. التقويم ديال الاسنان فيه بزاف ديال المدارس ومدرسه على مدرسه تقنيه على تقنيه تختلف. نعم ياك، دونك حنا ما كنجيوش هاد الطبيب هذا راه ما كيجيش وكيقول لك خصك تحيد دراسه ولا خصك تحيد جوج ولا خصك تحيد اربعه، راه كيكون دار واحد الدراسه اللي كنديروها اولا بواحد لي مولاج يعني بداك العبار اللي كناخذو، ثانيا بلا راديو بانوراميك، ثالثا بسكون ابل لا تيلي راديوغرافي دو بروفيل لا سيفالو، واحد الراديو اللي كنشوفو فيها لو كران، كنشوفو فيها الراس ديال الواحد، كنشوفو فيها لا باز دو كران، وكنشوفو فيها لا بوزيسيون ديال السنان وديال لي ماشوار بارابور ا لا باز دو كران. بالنسبه لا بوزيسيون ديال الفك الفوقاني ولا بوزيسيون ديال الفك التحتاني بالنسبه لا باز دو كران، وكنشوفو فيها ايضا واش الفم خارج بزاف واش ما خارجش بزاف واش داخل بارابور لوني، يعني كنديرو دراسه ديال الوجه كامل. لان ما نساوش ان السنان عندهم علاقه بالوجه كامل، راه كاين شحال من واحد كيبان لك ان مثلا نيفو كبير راه ماشي نيفو اللي كبير راه فمو اللي داخل بزاف. هكذاك طيب، اذا المساله عندها كلها بالجمجمه ديال الجمجمه اكزاكتومون لو كران الجمجمه، يعني كنديروا الدراسه بالنسبه للجمجمه ديال الواحد، يعني كاين فين كاينين. هاد الدراسه هادي مني كيديرها الطبيب وعلى حساب اش من تقنيه كيخدم بها ديك الساعات هو كيقول لك راه انا خاصني نحيد ولا ما خاصنيش نحيد. ميتنو افيكتيفمون كاينين بعض التقنيات اللي كنحيدوا بهم قل اللي كنقدو نقادو بهم عويجاجات، يعني كندوي توجور على لي باك ما داوينش على لي زالينيور، اللي كنقادو نقادو بهم عويجاجات اللي هما كبار بلا ما نحيدو، وكاينين تقنيات اللي ضروري خصنا نحيدو. اذا كل حاله وكل طبيب اش من تقنيه كيخدم بها واضحه الفكره. دابا اخر الدراسات كنحاولوا اننا نتفاداو تحياد في لي باك، نتفاداو او ماكسيموم، سافو با دير كاع الحالات غادي نديروهم بلا تحياد، كاينين بعض الحالات اللي ما يمكنش كيف ما كانت التقنيه خاصة حتى هذوك القوالب الشفافة غادي خصنا نحيدو، ولكن كنحاولوا نتفاداو وماكسيموم اننا نحيدو. في بعض الاحيان هذه النقطة حتى هي غادي نرجع لها، في بعض الاحيان كيجي عندك لو باسون مثلا باغي يدير لي زالينيور مثلا وكتلقى انك الا مشيتي بالتقنية تاع لي زالينيور راه خاصو يحيد الدريسة، ولكن راه الا درت ليه واحد التقنية تاع لي باك اخرى يمكن ما يحيدش. دونك انت الطبيب هذا هو لافونتاج تاع ان طبيب فاش كيكون كيدير بزاف ديال التقنيات، يعني ماشي كيدير غير تقنيه وحده، ملي كيدير بزاف ديال التقنيات كيقدر يوجه لو باسون، كيقدر يقترح على المريض بزاف ديال الخيارات وبزاف ديال الطرق العلاجيه. لان العلاج غادي نوصلوا للنتيجه كنوصلوا لها، ولكن كيفاش غادي نوصلوا لهذ النتيجه؟ واش غادي نحيدوا واش ما غاديش نحيدوا؟ راه الطريقه كيفاش غادي نوصلوا لها اللي كتختلف على حساب التقنيه. طيب. يعني باش نجاوبوا خوله، الطبيبه ديالك كتثقي فيها وكتعرفيها ودارت الدراسه اللي خاصها دار وقالت لك خاصك تحيدي دريسات، راه خاصك تحيدي دريسات باش تقادي السنات ديالك. طيب واضحه الفكره. ناخذ رحمه معنا من مراكش. مرحبا بك رحمه على اصوات. السلام عليكم. هلا تفضلي. شكرا للبرنامج الله يخليك. انا صح عمري 64 سنه وعندي شي دريسات نحيدهم هذا من قبل، وبغيت ندير التقويم ديال الاسنان. ممكن باش كتنصحوني؟ ممكن واخا في هذا السن. واخا في هذا السن تقدري تبقى صغيره على الرحمه 64 سنه. وبالنسبه للزرع ديال الاسنان واش ممكن نزرعو في الطبيب تاعنا ديالي قال لي ممكن زرعي الاسنان؟ ممكن. انا نجاوبك على هذا السؤال. ممكن ان شاء الله. كاين بعض الشروط اللي خاصهم يكونوا. الصحه ديالك مزيانه لاله رحمه؟ قال مزيانين الاسنان ديالي الحمد لله. صحتك الصحه العامه ديالك ما عندك سكر القلب؟ لا كلشي عندي مزيان الحمد لله. كلشي عندك مزيان الحمد لله. اييه
كاين مشكل. لا ما كاين حتى شي مشكل. الوغ بالنسبه للزراعه ديال الاسنان الا صحه ديالك مزيان الحمد لله راه يعني عندك حظوظ كثيره باش ان الزراعه تنجح لك وباش انك تقدري تركبي هذوك الضريسات والسنانات اللي انت محيده ومش حال هذا. بالنسبه للتقويم ديال الاسنان من حد سنانك باقين كاينين ومن حد العظم ديال الاسنان ديالك يعني الطبيب ديالك ما قالكش عندك مشكل ديال العظم ديال الاسنان او لا تكونابيل لا بارودونتيت راه يمكن لك ديري تقويم ديال الاسنان وهي ايفيكتيفمون يمكن الطبيب ديالك نصحك اكثر انك تبداي بالتقويم عاد تركبي. علاش؟ لان ملي كنقادو السنان هذاك ليسباس اللي كيشات لنا هو اللي كنديرو فيه لان ملي غديري لي زامبلو ما يمكنلكش تحركي شي حاجه اخرى من بعد. هما لي زامبلو ما غاديش تحركوا لك يعني زراعه السنان ما غاديش تحرك يعني غالبا الا انتيا يمكن لك وعندك الوقت وعندك القابليه والامكانيات باش انك ديري تبداي بالتقويم ديال الاسنان تقادي هذوك السنان اللي عوجين ومن بعد هذوك السنان اللي ما عندكش تركبي فيهم ديري الزراعه ديال الاسنان وتبقاي ديري الكونترول ديالك مع الطبيب ديالك باش تحافظي على هذه النتيجه اللي غادي تصيبي. صافي سناء واضحه الفكره عندك. سؤال اخر الله يجزاك خير. ولد بنتي طاح على سنتو هذه مي عنده 50 هو دابا داخل في 8 سنين ولكن ما عاودتش نبتات هذيك السنه. شحال عنده دابا؟ عنده دابا داخل في 8 سنين. وامتى طاح على السنه؟ وطاح صافي 3 سنين عنده 5 سنين 3 سنين هذه باش واخا وديتو عند الطبيب ديك الساعات فاش طاح؟ اييه وقادو قال لك راه غادي تنبت السنه عاديه ولكن لحد الان ما بانت ما والو. لحد الان ما بانت ما والو ودابا راه الوقت باش انكم تعاودوا ترجعوه عند الطبيب باش يدير ليه واحد الراديو يشوف السنه فين واصله لان في بعض الاحيان بعض الحالات تاع لي تروماتيزم اولا الوديدات فاش كيطيحوا كيكون عندنا هذا المشكل في الاول ما كيبانش يعني فاش كيطيح الوليد خصوصا في 5 سنين شي مرات ما كتبانش لنا واش انا ديك السنه الجدر ديالها تقاس اللي لداخل ما كيبانش يعني كاشعاش كنبقاو نديرو لي كونترول كيبقى هذا الوليد يرجع يشوف الطبيب. دابا 8 سنين خاص تكون نزلاتي كنظن هذه السنه الفوقانيه ياك السنه الفوقانيه 8 سنين خاصها تكون نزلات ليه يعني خاصك تمشي تشوف الطبيب يعاود يدير ليه الراديو. الا كانت الجدر ديالها مزيان وكل شيء مزيان وما نزلاش راه غيقدر يعاونها بشي حاجه الا كانت غير واحله في اللحم غيقدر يحليه شويه باللازير باش تنزل كانت كاريمون بعيده راه غيستعن بلي باك باش يجر هذيك السنه يخرجها. طيب واضحه الفكره شكرا لك رحمه. مرحبا. اذا تقويم الاسنان ما عندوش علاقه بالسن دكتورة بما انه سنان مزيان هذه نقطه مهمه حيت بزاف الناس كيقول لي عندي 40 45 واش ندير ولا ما نديرش. الناس كيديروا التقويم ديال الاسنان حتى يعني خاص غير تكون السنه باقا مزيانه والعظم السنان باقي مزيان تقدر تحرك دوك السنان في اي سن. واضحه الفكره. سناء معنا من خريوكا مرحبا بك سناء على اصوات. السلام عليكم سناء. السلام. مرحبا تفضلي. الله يخليك كنت درت لي باك تقريبا دابا شي مده 3 سنين دابا باش درتهم. شحال عندك من عام سناء؟ وي عندي 28 عام. 28 تبارك الله متشرفين. وهرب ليا كان في الاول قبل ما ندير لي باك ونمشي عند الطبيب كان هرب ليا اللحم ديال السنه الثانيه غير سنه وحده. غير سنه وحده. قال لي غادي نحيد لك هذيك السنه اللي هرب لها اللحم وغادي نديروا لي باك باش يقربوا السنه لبعضيات. اين السنه هذيك؟ السنه القداميه لتحت؟ لتحت القدام يلا يسار. حيد لك هذيك السنه اوكي داكوغ. حيد لي السنه وجمع لي قال لي غادي نجمع لك السنان وفضل 3 سنين عاد باش حيد لي باك. ايوا واخا. حيتاش ما تجمعوش وبقى لتحت دابا عندي الفراغات ودار لي هذاك ملي حيد لي باك دار لي هذاك الكوتونسيون ولكن دابا المشكل ولا كيتحركوا لي السنان الثانيين. واخا واخا سؤال اخر الله يخليك سؤال اخر دابا انت ملي كانت عندك هذيك السنه بوحده اللي هرب عليها اللحم واش الطبيب ديالك شاف مرض ديال اللثه واش عندك واش العظم السنان عندك فيه مشكل درتي شي راديو قبل؟ درت راديو بزاف ديال الراديوات قال لي عندك المشكل غير هذيك السنه هرب لها اللحم غير هذيك السنه بوحدها اللي هرب اللي هرب اللي كان فيها المشكل السنه الاخرى ما كانش فيهم مشكل ديال العظم. لا ما كانش فيهم مشكل ودابا من المشكل اللي ولا عندي ديال الفراغ ولا عندي الفراغ بين السنان بحال هذيك البلاصه ديال السنان دابا تجمعوا من الفوق ولتحت بقى كيبان الفراغات. واخ وسنان الاخرين الاخرين سنان الدروس الاخرين الفوق ولا شي حاجه مقادين؟ لا مقادين ما عندك فيهم ما عندكش فيهم الفراغات؟ لا ما عندي الفراغات دابا مقادين. ما كتحرك لديك حتى شي حاجه حتى شي بلاصه ما هارب عليها اللحم؟ ما كيتحركش الفوق ما كيتحركش ولكن التحت دابا بدا كيهرب عليه من اللحم. هذوك الثلاثه التحتانيين دابا بدا كيهرب عليه من اللحم. واخا انا اللي غادي ننصحك سناء الله يخليك انت باقا صغيره 28 عام راك باقا صغيره اللي كنصحك تشوفي طبيب متخصص في العظم ديال السنان ان باغودونتيست قيدي كتبيها ان باغودونتيست اللي مختص في العظم السنان مختص في العظم السنان لان هاد العلامات كاملين اللي كتدوي عليهم سناء علامات ديال مرض ديال العظم ديال السنان.
maintenant تي كتقولي ما كانش عندك قبل، حنا ما ما ما, ما نقدرش اننا نحكم، ولكن غالبا 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 ملي كيكونوا عندنا هاد المشاكل يعني كيكونوا كان عندنا واحد المرض اللي يمكن كان باقي في البدايات ديالو، او ما بانش او لا ما بانش في الاشعه او لا، هذا اللي بالتقويم ديال الاسنان كيزيد يتفاقم الا ما تعالجش قبل يعني، او لا يمكن دابا مع مرور السنين ما كانش ما يمكن الحكان ولا شي حاجه ولا عندنا هذا المشكل. دابا حنا ندويو من اليوم، الوغ من اليوم نشوف طبيب ديال 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 لو باغودونت، لان اول حاجه خصك تعتقيها هي العظم ديال الاسنان ديالك، لان هذاك هو راس المال ديالك، هذاك هو لو كابيتال اللي خصو يبقى معك حياتك كامله. هذاك خصو يتعتق، خصو يدار ليه العلاج، الا كان خصك يداروا ليه دي كورتاج يداروا، كان خصك تزرعي العظم تزرعيه، كان خصك تزرعي الا تخصك تزرعيه، يعني خص هاد العلاجات كاملين يداروا، ان هذاك هو لاباس. ملي تقادي هاد لاباس راه ديك الساعات تقدري تلقاي حل هذاك، يعني انا كنظن استيتيكمون بارلون ديرونجينك هذوك الفراغات، دوك الفراغات يقدروا يتصاوبوا. نعم طيب، يعني كاين عندهم حل انك تركبيهم وتجمعي ويتقادوا هذوك الفراغات، ولكن اول حاجه شوفي ليا الطبيب الاساس الاساس لانك باقا صغيره وباقي خاصنا هاد لو كابيتال اوسو او هاد راس المال ديال العظم يبقى عندنا. عندنا السؤال ديال انايس، كتقول لك دكتوره واش صحيح الا كنتي محيده الاسنان سنين طويله ومن بعد بغيتي تركب الفم ما غاديش يتركب لك؟ قالت لك انا كنهضر غير على نصف الفم، صح ولا لا؟ على النص ماشي فمها كامل. هذه نقطه حتى هي مهمه 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 بزاف. ملي كنحيدوا، علاش الطبيب اي طبيب ملي كتحيد شي درسه ولا شي سنه كيحاول انه يقول لك حاول تركبها في اقرب وقت. علاش؟ لان هذاك سكون ابيل لوس الفيولير، العظم اللي فيه السنه كيعيش مع السنه كيموت مع السنه. ملي كتحيد السنه ما كيبقاش، كيبقى غادي وكيتريزورب، كتولي عندنا حفره. يمكن راه تقدروا تكونوا شفتوها الى عند جداتكم ولا شي حاجه، غتبان لك شي درسه راه ولات محفره، ما بقاتش هذيك ذاك العظم لاكخيت مقاده بحال شي طبوب، بحال شي طالع شي نازل شي الوغ. هذاك العظم ملي كيتكال، الا تكال ميم باش تزرعوا سنان كتولي خاصك تزرع العظم بعدا عاد تزرع سنان، وكتولي دير بي غيف وتولي دير وتاخذ الدم ودير واحد لامونبغان، يعني كتولي في واحد هذا هو الحل اللي كاين. الا بغات تركب الفم، الا بغات تركب الفم كاين حلول بزاف، يعني الا هي بغات تركب الفم وما عندهاش العظم جوست ما خاصها تمشي دير واحد الزراعه تشوف مع الطبيب متخصص في لي زامبلون، يقدر يدير ليها الزراعه ويقدر يعاونها، ماشي تركب الفم اللي اموفيب، تقدر دير دي زامبلون كاريمون، لان دابا ذاك الفم اللي كيتحيد بزاف ديال الناس ما بقاوش كيقدوا عليه، لانه يعني شحال من واحد كيقول لك راه كنكون كناكل بيتا كيطيح كنضحك كيطيح. علاش؟ راه ماشي لحقاش الطبيب ما دارش خدمته، راه ما عندوش فين يشد. انا راه كتلقى شي وحدين مساكن شحال من عام وما محيدين، عاد بغاو يكبروا ما بقاش عندهم فين غادي يشد هاد لاباري. طيب باش نرجعوا للقوالب الشفافه، الاسئله كثيره بالنسبه للاطفال، قلتي ممكن يديروهم ابتداء من 10 سنوات لانه الاخر غير يكونوا الاطفال على القوالب الشفافه. الاطفال يمكن لنا نديروهم جوستومون، الوغ التقنيات الاخيره ولينا كنديروهم للوليدات، غير بيان سور خاص الوليد يكون كيحترم كيسمع الهضره كيديرهم، ماشي يكون كيلوحهم واحد الوليد اللي اصلا التلاتروس ديالو مضره. اذا الى الوليدات الاطفال، لانه يعني بزاف الامهات كيسولوا الا ما صلحش ليهم وما كانوش غيديروا هادشي تنصحهم يديروا لي باك العاديين. لي باك العاديين لي قلتي، واش كاينه شي حالات مرضيه اللي الانسان ما يقدرش يديرهم دكتوره ولا لا؟ نفس الحاجه مع لي باك، يعني حالات مرضيه. الاول حاله مرضيه كندويو عليها هي مرض اللثه، مرض اللثه ولا مرض ديال العظم الاسنان، اول حاجه كنردوا ليها البال، يا كنا غادي نديروا التقويم بالقوالب الشفافه، يا كنا غادي نديروا التقويم بلي باك، خاصنا نعالجوه. يمكن هذه نقطه هي مهمه، ان في الناس اللي عندهم مشاكل تاع مرض اللثه كنمشيو اكثر في هذا في القوالب الشفافه، او في سكون ابيل لي باغ اوتوليغاتورون، ولا كيكونوا باسيف، لان ما كنكونوش كنعطيو فيهم واحد القوه كثيره، كيكونوا خفاف، يعني القوه اللي كتطبق على سنه كتكون خفيفه. نعم بهذا الشيء باش كنحافظوا، لان كيكونوا ضعاف، كيكون العظم ديالهم ما كاينش بزاف، ناقص شويه، كنمشيو اكثر في هذا، وخصوصا في القوالب الشفافه، لان كيمكننا اننا نحكوا السنان مزيان. لي باغ خاص الواحد يكون فريمون مينيسو، يكون فريمون يعني حاضي راسو باش انه يحك مزيان. عندنا السؤال ديال الظاهره اللي كتقول لك انا قريبا نحيد القوالب الشفافه، ولكن بغيت نعرف شنو خصني ندير باش نعتني بسناني من بعد. الوغ اي حاجه حيدتي القوالب الشفافه اولا حيدتي لي باك، خاص ضروري 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 نعاودها لا كونتونسيون. لا كونتونسيون هي اننا مني كنساليو هذاك المشوار الطويل تاع اننا قادين اسنان، مايمكنش نخليو سنان هكذا دون لا ناتشور، نضيعوهم نخليوهم صافي، حنا قاديناهم ونهرب، ما بقاش نمشي عندك الطبيب صافي اخيرا ساليتو نبقى نشوفوا مره في الشهر شحال لا، خاص ضروري ندير لا كونتونسيون. هاد لا كونتونسيون جينيرالمون كدار الفيكس اللي هي داك الخيط اللي كيكون لداخل ديال السنان، زائد واحد لا غوتيير اللي ماشي تاع لي زالينيو، واحد لا غوتيير من نوع اخر اللي كون ابيل لا كونتونسيون، اللي كتبقى دار في الليل كنركبوها في الليل، كتبقى ديرها كل ليله اكزاكتومون قبل ما تنعس، تبقى ديرها كتحط حدا راسك. علاش؟
باش الاسنان عندهم ذاكره يقدروا يرجعوا عندهم ذاكره. طيب راه غالب الحالات ديال لي زالينيور اللي كنشوف انايا سي دي ريبريز دو تريتمون، سي دي جون اللي كانوا داروا العلاج في 13 عام 14 عام وما داروش لا كونتونسيون كيوصل لواحد 30 عام 35 ترجعوا اولا الدروس ديال العقل ناضولي عوجوا لي. واخا اخر سؤال ما بقاش الوقت، واش كنديروها دائما يعني هاد الكوتير اللي كنلصقوها بالليل على حسب الا كان الوليد باقي انفاس السلك اللي كيدار السلك من الاحسن يبقى دائما لا كوتير ملي كيكون الوليد يعني كنساليو تريتمون 13 عام 14 عام ولا 15 عام كنبقاو نقولوا ليه لو ماكسيموم يعني مينيموم حتى 21 عام تبقى ديرها بالليل. بالليل من بعد تقدر تخليها مره في السيمانه جوج مرات في السيمانه تبقى ديرها. الناس الكبار انا كناكدوا على العامين الاولى يبقاو يديروها، من بعد ما عندك ما تضيعش كتخليها عندك في هو الواحد الانسان بالليل غير يركبها والناس اللي غادي يركبها والطبيب السنان ديالك تبقى تمشي عنده. علاش؟ لان هذيك هذيك الخيط اللي كنديروا من اللور شي مره كيتقلع ما كيحسش به فعلا. هذوك 6 شهور اللي كيقول لك الطبيب بقى تجي عندي سير عن الطبيب ديالك راه ماشي غير دكتوره فاطمه زهراء كان لي التواصل معك دكتوره 05 22 36 11 96 او 06 04 807 869. شكرا لك ونتلاقاو معك ان شاء الله قريبا. مرحبا على رجل الاصوات. كنستافدوا دائما من حضورك والطريقه باش كتشرح لنا على السنينات الدكتور سليمان كيفرحني ديما انني الله يعطيك الصحه. شكرا لك دكتوره، غادي نواصلوا معكم بعد